غيرت كلها جديدة. يعني أنا بمر بس يا أخي في أسماء أنا حريص إني أجيهم بعلمك فيهم بعد بعد إن شاء الله البرنامج. الأسواق الأولى هذا بابوة. وش منتجه هذا؟ بابوة هذا فيه جزيرة بين أستراليا وبين أندونيسيا مقسومة نصين. تسافر يا أبو محمد عشان العطور؟ تسافر عشان العطور يعني؟ أسافر لكن الآن أنا تقريبا ما عاد أسافر من أجلها لكني أروح. يعني تحرص على الموضوع هذا؟ كان كنت مفتون فتنة يعني مهيب سهل إن شاء الله. فتنة جمال وفتنة طيب إن شاء الله. طيب تضيق بابو نفس ال طبعا شو اسمه هذا لازم الظاهر يخلط مع شيء لا لا هذا بعد ما كانه قوي شوي بعد ما يبرد تزيد بعد ما يبرد يعني هذا البابو لخت من السفياني على فكره سلم عليك عليه السلام تقول الله يعطيه العافيه ابو محمد ما شاء الله تبارك الرحمن تقول اعطانا شرح جميل جدا معلوماته جدا قيمه حول العطور فتدعي لك طبعا ان الله ينفع فيك تقول ما شاء الله تبارك الرحمن وايضا تذكر بالصدقه للايتام ما شاء الله والمساهمه في وقف اليتيم وتبارك او تدعو للمنتخب السعودي تقول عسى الله يوفقه ان شاء الله في مباراته ايضا اختنا ريما المالكي ايضا تسلم عليكم تقول ما شاء الله تبارك الرحمن على هالمعلومات عند ابو محمد احنا تقول نعرف ان ابو محمد رجل عنده معلومات ونعرف انه خبير في مجال العطور ونعرف انه هو هاوي ومحب فالله يعطيها العافية أيضا تقول اللهم وفق منتخبنا السعودي في مباراته واللهم انصرهم وسهل لهم وأعنهم على تحقيق الفوز وخلهم يفرحونا بالفوز اليوم إن شاء الله اللهم وفق السعودية فوق كل أرض وتحت كل سماء وحطت تبرعها للأخضر فالله يوفق يا أخت ريم وما قصرت الله يجزاك خير والأخوان سمعوا رسالتك لكن عاد تقول لا تنسونا من عطوركم ومن شغلاتكم الجميلة طبعا أحد وإن شاء الله 2-1 على التوقع اللي أنا متوقع أنا وأخوي محمود نتوقعنا اليوم يا تعادل يا 2-1 الفوز المنتخب فعسى الله يفكنا يا محمود تراني أنا مراهن على النتيجة وفيها عشاء الليلة لا فيها عشاء هو ورد مع سمر عسى الله يطول عماركم ويوفقكم إن شاء الله بس أكمل بيّن السمر ولا ما بيّن ريحة الورد باينة أنا بروح أسوي خلطة للعود هذه أباقش ريحة الورد باينة ريحة الورد باينة ريحة الورد غالبة هذا وش هو هذا؟ طبعاً هذا السمر هذا السمر؟ ايه ريحة الورد غالبة ايه الغرب الورد الورد يغلب حتى على جميع العطور اللي هي يعني بينة بس إنها ريحة الورد هذا في ريح الورد يا أبو هذا ورد الورد أو سمر. روح ال... ايه لا ورد روح مع سمر ايه جزاك الله تنحنح طيب بقي دقيقة